عليكم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. ان شاء الله النهارده هناخد ليكتشر 7، هي اخر ليكتشر في جزء الريزونانس. النهارده هناخد اخر جزء في البارل ريزونانس بالاخص، وهو البراكتيكال بارل ريزونانس. المره اللي فاتت كنا اشتغلنا بالايديال وفهمنا الفرق بين الايديال والبراكتيكال ايه بصوره عامه، وفهمنا المعادلات او الايكويشنز اللي بنشتغل بيها لو احنا شغالين ايديال، وامتى احدد شكل السيركت اللي جات لي في الامتحان سواء في البارل ريزونانس هي ايديال ولا براكتيكال. ده كان المره اللي فاتت، واهتمينا اكتر بالايديال وحلينا عليه مساله. ان شاء الله النهارده هنكمل بقى اخر حاجه خالص في ريزونانس، وهي البراكتيكال بارل ريزونانس سيركت. هنتعلم النهارده امتى اقول ان الدايره دي براكتيكال. اتفقنا ان احنا عندنا في البارالل المفروض بلاقي ار و ال و سي سيركت، يعني عندي ار في برانش و ال في برانش و سي في برانش، تمام. لو انا عندي الدايره ايديال بيقول لك ان ال ال مفيش معاها مقاومه، يعني المقاومه بتاعت الكويل ما بعتبرهاش موجوده ما بحسبهاش. طب لو لقيته زي الاكزامبل اللي هنا اللي هو الفيجر المحطوط ده، هضيف جنب الكويل كمان مقاومه ار ال اهو، يعني الكويل عباره عن ار ال واكس ال. لو لقيت الدايره اللي مرسومه لك في الامتحان فيها ار ال واكس ال سيريز، وبعدين برانش تاني فيه اكس سي، وكمان ممكن تلاقي هنا برانش فيه ار اللي هي الار السيريز او الار البرر اللي معاهم، تمام، او الار بتاعت السورس بتاعت الجنريتور زي ما قسمناها المره اللي فاتت. فلو انت لقيت الدايره بتاعتك فيها ار ال مع اكس ال في برانش مع بعض سيريز، لا، قال لك دي كده دايره براكتيكال، ولازم تخلي بالك انك هتحل بطريقه مختلفه عن الايديال شويه. يبقى انا اول حاجه ما تجيلي المساله الاقي الكباست الكويل بتاعي الاكس ال اللي في المساله او الكويل بتاعي عموما جنبيه مقاومه سيريز تخص الكويل، بنسميها دايما ار ال. لا، لو انا لقيت ار ال سيريز مع اكس ال يبقى انا كده بشتغل براكتيكال بارل ريزونانس. طب في البراكتيكال بارل ريزونانس ايه المطلوب؟ المطلوب يا سيدي ان انت بدل ما يبقى معاك ار ال واكس ال في برانش مع بعض سيريز بالمنظر ده، لا، احنا عايزين نخلي الار تبقى بارلل مع الاكس ال مع الاكس سي. فبدل ما يبقى عندي ار ال سيريز مع اكس ال، لا، انا عايزه الار ال تبقى بارلل مع الارات اللي قبليها واعملها مع بعض في برانش نسميه ار بس، والاكس ال يبقى لوحده في برانش لوحده ومفيش معاه مقاومات سيريز، والاكس سي في برانش لوحدها. فلو انا معايا ار ال واكس ال في برانش كده، هو عايز يوصلها للمنظر ده، حاجه نسميها ار بي ار بارلل فور اكزامبل، واكس ال بي او اكس ال بارلل. بدل ما هي ار ال واكس ال سيريز، هو عايزها تبقى ار بي واكس ال بي بارلل. طيب الار بي دي تساوي ايه؟ قال لك طبعا للاسف دي حفظ، وانا هقول لكم هي جت منين استنتاجها، تقدروا تحلوه بايديكم، ولكن احنا المفروض نبقى حافظين ان الار بي هي عباره عن ايه. الار بي دي انا بجيبها من البرانش ده اللي هو الار ال والاكس ال، فقال لك ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على ار ال، ده يديك الار بي. تاني اجيب الار بي ازاي؟ انت دلوقتي حولتيه للبرانش اللي هو اسمه ار ال واكس ال سيريز، عايزه تحوليه لار بي بارلل مع اكس ال بي عشان يبقى الاكس ال لوحده والار لوحدها. طيب هخلي الار بي دي تساوي ايه؟ قال لك اول ما تجيلك المساله كده احسب الار بي والاكس ال بي، حطهم على جنب وريح دماغك. يبقى اول ما تجيلي مساله فيها براكتيكال بارلل ريزونانس سيركت، يبقى انا محتاجه احسب الار بي والاكس ال بي واريح دماغي. طيب الار بي اجيبها ازاي؟ ار ال تربيع اللي هي في البرانش اللي مديهولك، ار ال سكوير بلس الاكس ال سكوير على الار ال، كده انا جبت الار بي. طب الاكس ال بي اجيبها ازاي؟ هي الار ال سكوير بلس الاكس ال سكوير على الاكس ال، دي غلط على فكره، المفروض على الاكس ال، تمام. الاكس ال بي تساوي ار ال سكوير زائد اكس ال سكوير على الاكس ال، مش على الار ال، على الاكس ال. لو انت بتحسب ار بي يبقى المقام في ار ال، لو انت بتحسب اكس ال بي يبقى المقام المفروض يبقى في اكس ال، اهي هي الاكس ال دي. انا اسفه دي غلطه في المرجع او في المساله في التعويض عنها. طيب طب جابوها ازاي بقى؟ قال لك انت عندك، لو انا عندي برانش بالمنظر ده، اقدر اقول الامبيدنس بتاعته تساوي ايه؟ تساوي الار ال بلس جي اكس ال، اعتقد كلنا متفقين مفيش مشكله. طيب احنا هنا لو هنشتغل بارل بنشتغل بالادمدنس، فراح جاب الادمدنس اللي هي واي تساوي واحد على الزد، يعني تساوي واحد على ايه؟ ار بلس جي اكس ال، يبقى واحد على ار ال بلس جي اكس ال. انا كده جبت الادمدنس الواي.
طيب راح فكيك الضرب في كونجكت بسط ومقام، كونجكت يعني ار ماينس جي اكس ال على ار ماينس جي اكس ال بسط ومقام. حل الطريقه دي او حل الفورم ده اللي هو 1 على ار ال بلس جي اكس ال، وصلها للفورم الثانيه دي ار ال على ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير ماينس جي اكس ال على ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير. احنا عارفين ان الواي كنا خدناها المره اللي فاتت تساوي 1 على ما ايه 1 على 1 على ار، صح؟ والتانية كانت الواحد على الجي اكس ال والواحد على الجي اكس سي، صح؟ كنا بنقول انها مقلوب كل حاجة، فانا عندي ار يبقى واحد على ار، عندي اكس ال يبقى واحد على اكس ال، عندي اكس سي يبقى واحد على اكس سي، ده الادمتنس مقلوب كل برانش. طيب هنا نفس القصة، هو عايز يخليها فورم واحد على حاجة، فراح خلى الار اللي فوق دي تنزل تحت تبقى ار ال، هو مقام المقام بسط، فلو نزلتها تحت كانها هي هي، وراح حل الاكس ال اللي فوق دي تنزل تحت، يبقى بقى عندي هنا 1 على ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على ار ال بلس 1 على ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على اكس ال، والجي نزلها تحت، هنا كانت سالب نزلها تحت بالموجب، تمام؟ كانه ضرب فوق وتحت في جي، فجي سكوير بماينس 1 بماينس 1 فحولها لبسط، فانا كل ده بشرح لك جاب قيمه الار بي والاكس ال بي منين. طيب احنا عارفين ان الادمتنس عباره عن 1 على ار بلس 1 على الجي اكس ال بلس 1 على الجي اكس سي، ناخد كل حاجه ونقلبها، صح؟ ماينس جي اكس سي. طيب هنا نفس القصه، انا عندي عايزه اخليها فورم 1 على حاجه بلس 1 على حاجه، فخليها 1 على ار بي بلس 1 على جي اكس ال بي، يبقى هنا الار بي بكام؟ هي دي بقى اللي احنا جبناها خلاص المفروض نحفظها، ان الار بي تساوي ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على ار ال اللي هي في المقام الاولاني ده، والاكس ال بي تساوي ايه؟ ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على اكس ال، تمام؟ طيب هل انا مطالب باثبات زي ده؟ لا، انا بس بقول لك هو جه منين؟ هو خد البرانش بتاع الار والاكس ال سيريز مع بعض وجاب منهم الار بي والاكس ال بي باستخدام الزد ثم الادمتنس 1 على الزد، وقعد يبسطها لغايه ما حولها في الصوره دي وجاب من هنا الار بي والاكس ال بي. طيب انا اول ما تجيلي المساله اعمل ايه؟ اروح احسب ار بي واكس ال بي واعيد رسمه المساله. تاني اول ما تجيلي المساله انا محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه احسب الار بي، طالما هي براكتيكال محتاجه احسب الار بي والاكس ال بي بالقانونين دول، احفظهم في دماغي مش لازم اعرف اثباتهم، المهم ان انا ابقى حافظاهم واعوض فيهم، وما مفهومش حاجه. ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير جاب الار بي حطها بارلل، والاكس ال بي ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على الاكس ال حطها بارلل، والاكس سي نزلها زي ما هي، وبقيه المساله بقى معاك ار سورس حطها، معاك كرنت سورس فولتج سورس حطه، كمل بقيه المساله. المهم ان البرانش اللي هو كان اكس ال سيريز مع ار ال يتحول لار بي بارلل مع اكس ال، تمام كده؟ طيب هنا بيقول لك ان احنا خلاص بقى عندنا دلوقتي، لو انا عايز احل بقى المساله دي، احنا عشان نحل المسألة دي في الايدل كان بيبقى عندنا ار واحدة واكس ال واحدة واكس سي واحدة، هنا عندك اكتر من ار، فممكن اقول ان الار بتاعت المسألة تساوي ايه سونيا؟ ممكن اقول الار بتاعت المسألة دي تساوي ايه؟ الايكويفلنت ريزيستنس هتساوي الار اس بارل مع الار، يبقى عندك ار واحدة اكس ال بي اكس سي، يبقى اي مسألة براكتيكال انا بحتاج احولها للمنظر ده، فبروح احسب الاكس ال بي، بروح احسب الار بي، بعملها بارلل مع الار سورس الموجوده في المساله، لو في لو في ار ثانيه في المساله بقى عندي كده قيمه للار والاكس ال بي والاكس سي، تمام كده يا شباب؟ طيب طب الواي توتال الادمدنس حاجه زي كده هتبقى عباره عن ايه؟ ها لو انا عندي دايره زي دي وعايز احسب الادمدنس 1 على ار بلس جي في 1 على ايه؟ اكس سي ماينس 1 على اكس ال بي، تمام؟ واصله كده يا شباب؟ طيب ده كده توتال ادمدنس للبراكتيكال بارل ريزونانس 1 على ار، والار دي اللي هي الار سورس بارل مع الار بي بلس الجي، الجزء الايماجيني عباره عن ايه؟ مقلوب الكباستور ومقلوب الاندكتور، 1 على اكس سي ماينس 1 على اكس ال بي، هو خلى الجي فوق فعشان كده دي اللي ماينس ودي اللي بوزيتيف، تمام؟ طيب احنا متفقين ان عند الريزونانس ايه اللي بيحصل؟ عند الريزونانس الجزء الايماجيني بتاعي بزيرو، فراح واخد كل الجزء ده وسواه بزيرو، طب لو خدت الجزء ده وسويته بزيرو يبقى انا عندي 1 على اكس سي تساوي ايه؟ 1 على اكس ال بي، يبقى ممكن حضرتك تقول ان عند الريزونانس الاكس ال بي تساوي الاكس سي، صح؟ تمام. يبقى لو انا جبت دلوقتي الادمتنس قلت انها 1 على ار بلس جي 1 على اكس سي ماينس 1 على اكس ال بي لغايه هنا تمام من الرسمه اللي فاتت، خلاص واتفقنا ان عند الريزونانس دايما الايماجيني بيبقى بزيرو، الايماجيني اللي هنا كام؟ 1 على اكس سي ماينس 1 على اكس ال بي، فسواها بزيرو، يبقى من هنا ال1 على اكس سي تساوي ايه؟ تساوي 1 على اكس ال بي، طب البسط والبسط بواحد يبقى المقام مساوي للمقام، يبقى الاكس سي تساوي الاكس ال بي، دي معلومه ثانيه لازم نبقى عارفينها ان عند الريزونانس الاكس ال بي تساوي الاكس سي.
منها جاب القانون ده، ان الاف براكتيكال هي 1 على 2 باي جذر ال سي، سوري الاف بارلل براكتيكال بارلل يعني 1 على 2 باي جذر ال سي، ده الاف ريزونانس العادي في الجذر التربيعي ال1 ماينس ار ال سكوير سي على ال. يبقى تاني الاف ريزونانس في حاله البراكتيكال بارلل تساوي 1 على 2 باي جذر ال سي اللي هو الاف ريزونانس العادي، عشان كده هنا سماه اف ريزونانس، في الجذر التربيعي ل1 ماينس ار ال سكوير سي على ال. يبقى لو جيت اقول لحضرتك احسب الاف ريزونانس بتروح تشوف المساله بتاعتك براكتيكال ولا ايديال؟ لو ايديال بتعوض على طول في 1 على 2 باي جذر ال سي، لو براكتيكال لا، خلي بالي ان لازم اعوض في القانون الكبير الرخم ده، 1 على 2 باي جذر ال سي الجذر التربيعي ل1 ماينس ار ال سكوير على في سي على ال. لو النسبه بتاعه ال على سي اكبر من او بتساوي قيمه المقاومه الار ال، تمام، او 100 ار ال، هو في ابروكسيميشن في المسائل هوريهولك، لما تيجي تحل في الاف بي لو لقيت ان الريشيو بتاعه ال على سي اكبر من او بتساوي 100 قيمه الار ال اللي موجوده هنا دي، بتقوم شايل الجذر التربيعي ده خالص، بيبقى الاف ريزونانس في حاله البراكتيكال بارلل هي هي الاف ريزونانس في حاله الايديال تساوي 1 على 2 باي جذر ال سي على طول. فعشان نسهل على نفسنا، لو مش عايز تعوض في الجذر التربيعي، عايز تعوض وتريح دماغك وما تستخدمش اي ابروكسيميشنز وخلاص، انت هتحفظ القانون ده وتشتغل بيه براكتيكال، اتس اوكي. عايز تسهل على نفسك في الحل وتروح الاول تشوف الابروكسيميشنز موجوده ولا مش موجوده، لو موجوده ومتحققه اقلل في القانون براحتك. فاحنا هنا بنحط ابروكسيميشن مكتوب في الحلول، هنروح له دلوقتي. الابروكسيميشن ده بيخلينا نهمل الجذر التربيعي ده، ال على سي الريشيو بتاعت ال على سي تبقى اكبر من او بتساوي 100 ار. طيب تعالوا نشوف بقى، انت كده حسبتي لنا ايه؟ كده حسبتي الريزونانس فريكوانسي، بس عشان انت براكتيكال، عشان احنا شغالين عملي، فطبيعي ان ايه؟ ان عند الريزونانس ده مش هتبقى دي قيمه الماكسيمم امبيدنس، مع ان في الايديال عند الريزونانس قد قيمه الماكسيمم امبيدنس، لكن دلوقتي نتيجه ان احنا شغالين عملي براكتيكال، ففي البراكتيكال ما لقوش هي دي القيمه اللي بيطلع عندها الماكسيمم امبيدنس، لقوا قيمه ثانيه سموها اف ام. يبقى عند الريزونانس فريكوانسي في حاله البراكتيكال بارل مش هي دي اقصى قيمه للامبيدنس. امال اقصى قيمه للامبيدنس وجدتها بتبقى موجوده فين؟ عند اف ام تساوي المعادله دي. يبقى لو طلبت حضرتك، لو طلبت من حضرتك الفريكوانسي اللي عنده بيبقى فيه ماكسيمم امبيدنس، هتعوض لي في قانون الاف ماكسيمم بتساوي الاف ريزونانس في الجذر التربيعي 1 ناقص ربع ار ال سكوير سي على ال. نفس القانون اللي فات بس حط ربع قبل ار ال سكوير في سي على ال. يعني انت لو عارف الريزونانس هتعرف تعوض في القانون بتاع الماكسيمم. قانون الريزونانس في حاله البراكتيكال بارل هو هو قانون الماكسيمم فريكوانسي اللي هي عندها ماكسيمم امبيدنس، اللي عنده ماكسيمم امبيدنس، تمام، بيساوي ايه؟ نفس القانون بتاع البراكتيكال ريزونانس، ولكن حط في تحت الجذر بعد ده حط ربع كده، بتضرب ربع في ار ال سكوير سي على ال. ده الماكسيمم امبيدنس، الفريكوانسي اللي عند الماكسيمم امبيدنس بنسميه اف ام. طيب لو انا عايز احسب مينيمم امبيدنس، اقل قيمه للفريكوانسي اللي بيحصل عندها اقل امبيدنس، طيب يعني عند الاف ب 0 هرتز، طب لو عند الاف ب 0 هرتز ايه اللي هيحصل في الدايره دي؟ لو الاف ب 0 الار ال ب 0 الاكس ال ب 0 خلاص ما بقاش عندي اكس ال، يبقى الاكس ال ب 0. طب والاكس سي؟ قلنا الاكس سي هيبقى بانفينيتي، يعني كانه ايه؟ اوبن سيركت. يبقى كان البرانشين دولت ايه؟ مش موجودين اصلا، صح؟ ال هيبقى عندي دلوقتي الاكس سي ده مفتوح والاكس ال شورت سيركت، فبقى عندي ار ال بس معاها الار بتاعت السيريز او الار بتاعت السورس. يبقى تقدر تقول ان الامبيدنس المينيمم تساوي قيمه الار سورس بارل مع الار ال اللي هي تساوي تقريبا ار ال، لان الار اس بتبقى كبيره اكبر من الار ال واحنا بارل، فبناخد قيمه المقاومه الصغيره، تمام. تاني السلايد دي نعيدها تاني، احنا عندنا دلوقتي فهمنا خلاص الريزونانس فريكونسي وازاي بنحسبه في حاله براكتيكال وعرفنا القانون بتاعه. طيب لما نيجي نشتغل براكتيكال، اتفقنا ان البراكتيكال مختلف عن الايديال. الايديال كان عند الريزونانس بتبقى اقصى قيمه للامبيدنس في حاله البارل ريزونانس، لكن انا عندي هنا براكتيكال وجدوا ان مش هي دي القيمه اللي بيبقى عندها الماكسيمم امبيدنس، لان دلوقتي قيمه الفريكونسي بقت تتاثر بوجود في ار بي ولا ما فيش ار بي، يعني هحسب ار ولا مش هحسب ار اللي هي بتاعت البارل براكتيكال. طيب اعمل ايه؟ قال لك لا، احنا لقينا ان في فاليو تاني ماكسيمم فريكونسي بنسميه او بيكون عنده بنسميه اف ام، وبيكون عنده قيمه الماكسيمم امبيدنس. طب قيمه الماكسيمم امبيدنس عند فريكونسي قيمته كام؟ الاف سورس سوري اف ريزونانس اللي هي 1 على 2 باي جذر ال سي في الجذر التربيعي 1 ماينس ربع ار ال سكوير سي على ال. طيب كده جاب قيمه الفريكونسي اللي عنده ماكسيمم امبيدنس. طب هي المينيمم امبيدنس بكام؟
يعني انا لو عايزه احسب الزد توتال ماكسيمم هقعد بالفريكوانسي ده اف ام. طب لو عايزه احسب الزد توتال مينيمم، قال لك لا المينيمم امبيدانس عند فريكوانسي بزيرو، انا ببدا من الصفر. طب لما اتعوض على فريكوانسي بزيرو في الدايره دي ايه اللي هيحصل؟ الاكس ال هيبقى شورت سيركت والاكس سي هيبقى اوبن سيركت، يبقى كان البرانش بتاع الاكس سي مش موجود، وكان الحته اللي فيها الاكس ال بقت شورت، فبقى عندي مقاومه بس ار ال. طبعا لو معاك هنا ار كمان بتاعت السورس بنسميه ار جنريتور او ار سورس، يبقى انا عندي دلوقتي ار سورس بارلل مع ايه؟ مع ار ال. يبقى عند مينيمم فريكوانسي الاف بزيرو يبقى عندي مينيمم امبيدنس. طب مينيمم امبيدنس تساوي ايه؟ تساوي ار سورس تساوي الارات اللي في الدايره، ار سورس بارلل مع ار ال تساوي ار مع ار ال، ار واحد مع ار اتنين مع ار ال، حسب عندك كام ار في الدايره بارلل. المهم انك بتاخد الارات البارلل اللي في الدايره ودي بتسميها بالزد توتال. حد عايز يقول لي ممكن اقول تقريبا انها تساوي قيمه ار ال؟ اه ممكن تقول تقريبا انها بتساوي قيمه ار ال، لان الار سورس بتبقى كبيره جدا بالنسبه للار. انت مش عايز تحط ابروكسيميشنز وعايز تقول انها ار سورس بارلل مع ار ال، لما تيجي تحسبها هتلاقيها هي تقريبا قيمه الار ال، هتلاقيها فرق بسيط جدا. بس مش مشكلة، مش شرط تحل بالابروكسيميشنز لو هتلخبطي. طيب نيجي بقى للكواليتي فاكتور. خلاص احنا عارفين الكواليتي فاكتور هو ايه، هو الريشيو بتاعت الاكتف باور على الريال باور، يعني الباور بتاعت الاكس ال او الباور بتاعت الاكس سي على الباور بتاعت ريزيستنس. انا مش عايزه اثباتات، انا مشيت بالقانون لغايه ما وصل لي. احنا عارفين ان الكواليتي في الايدل بتساوي ار على اكس ال، هنا لا، هنا هتساوي ار على اكس ال بي. طب انهي ار؟ كل الار اللي في الدايره اللي هي ار سورس بارلل مع ار بي. طب انهي اكس ال؟ اكس ال بي اللي احنا عارفينها وبنستخدمها اول ما نيجي نحل براكتيكال، لازم اكون مطلعه دول ار بي واكس ال بي، لازم احسبهم الاول. تمام، يبقى خلي بالك في البراكتيكال الكواليتي فاكتور بيساوي ار على اكس ال، ولكن الار هنا هي الار سورس بارلل مع ار بي، والاكس ال بي اللي هي عباره عن ايه؟ ار ال بلس تربيع بلس اكس ال تربيع على الاكس ال. طيب كده الكواليتي فاكتور، واحنا عارفين ان الاكس ال بي عند ريزونانس هي قيمه الاكس سي. ممكن اعوض في قانون الكارت فاكتور بكام؟ باكس سي. بيقول لك الايديال كارنت سورس، لو انت مستخدم هنا كارنت سورس، لو كارنت سورس ده ايديال الار سورس بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى كبيره جدا، فعشان كده بنهمل الار سورس لان هم بارلل، وبنقول ان ممكن اعوض عنها بار بي بس. تمام؟ فقال لك ان ممكن لو هو قال لك ده ابروكسيميشن برضه، ممكن حد ما يشوفش الحته دي مش مشكله خالص، سواء بقى مديني الابروكسيميشن مش مديني الابروكسيميشن، انا ما رحتش شفت الار سورس اكبر من ار بي ولا لا، يعني انا ما فكرتش اركز الار سورس المعطى اللي معايا جيفن في المساله دي قيمه الار سورس كبيره قوي واكبر بكتير من الار بي، اقدر اهملها ولا لا؟ انا ما ركزتش. لو حضرتك ما ركزتش حل بالقانونين دول، ار سورس بارل مع ار مع ار بي على الاكس ال بي، او ار سورس بارل مع ار بي عند على الاكس سي. طيب حد تاني يعني فطن شويه وعايز، لا انا عايز اشتغل بالابروكسيميشن، فهيضطر يعوض بالابروكسيميشن، فهيروح يشوف. لو انا قال لك ان هو كارنت سورس ايديال، يعني الار اس بتاعته بتبقى تقول لانفينيتي، بتبقى قيمتها كبيره جدا، فلو هو كتب لك ان الكارنت سورس بتاعك ده ايديال، انا ممكن استخدم الابروكسيميشنز. ايه الابروكسيميشن؟ ان انا اشيل الار سورس بارل مع ار بي اخليها ار بي بس، وراح اعوض في المعادله بتاعت ار سورس بارل مع ار بي على اكس ال بي، شال قيمه الاكس ال بي وحط قانونها، وشال قيمه الار اس خلاها ار بي بس وحط قيمتها، طلع في الاخر عند الار اس بتاعت السورس اكبر بكتير من ار بي، اقدر اقول ان الكواليتي فاكتور هو الكواليتي فاكتور بتاع كويل بس. يبقى تاني، لو انت عندك ايديال كارنت سورس وقيمه الار اس اكبر بكتير من ار بي، تقدر تقول ان الكواليتي فاكتور بيساوي الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل اللي هي اكس ال على ار ال، وهي اثبتها. انت مش عايز تحل بالابروكسيميشن، عايز تعوض في قوانين التوتال الكبيره، اتس اوكي، مش شرط تحل بالايه؟ بالابروكسيميشن. طيب الباندويتس والهاف بار بوينتس، الباندويتس بيساوي ايه؟ نفس قوانين الباندويتس العاديه، مفيش تغيير في الباندويتس، اف 2 ناقص اف 1 ايكوال اف ريزونانس على الكواليتي فاكتور. طيب الاف 1 والاف 2 هجيبهم ازاي؟ راح زي ما اتفقنا ان احنا بنساوي الزد ب 0.707 ار او ار على جذر 2. طيب هنا اساوي الزد، هي الزد تساوي ايه؟ احنا بنحسب الادمنس، فهم راحوا جابوا الادمنس وقال واحد عليها يديني قيمه الزد، فالادمنس كانت واحد على ار بلس جي في اوميجا سي ماينس 1 على اوميجا ال، واحد عليها اداني الزد سواها ب ار على جذر 2، طلع الاف 1 والاف 2 بالمعادلات المجعلصه دي. فاهم يا شباب؟ ده الكات اوف فريكونسيز او الهاف باور فريكونسيز. طيب ده ملخص للقوانين. احسب، بص اول نقطه فكر فيها على طول ار بي واكس ال بي، لو انا براكتيكال راح حسب الار بي والاكس ال بي ورسم الرسم. اول حاجه مشي بيها احسب الار بي والاكس ال بي وارسم الرسم. طيب هرسم الرسمه، اقدر اكمل عن كده؟ اه، الار تساوي ار سورس بارل مع ار بي،
فلازم اخلي ال r source وال r b برانش واحد قيمة واحدة اللي هي r. يبقى عندي r و x l b والكاباستور وال current source. طيب ال f بتاع ال resonance في حالة ال practical واحد على اتنين باي جذر ال c في جذر التربيع الواحد ماينس a r l square في c على l. اقدر اخليها واحد على اتنين باي جذر ال c بس؟ اه تقدر لو قال لك ان انت شغال ايديال بتساوي كده بس، ولو قال لك الريشيو اللي احنا هنشوفها دلوقتي تبقى اكبر من 100 ار ال تقدر تهمل الجذر التربيعي خالص. تمام. طيب بعدين الماكسيمم امبيدنس فريكوانسي، فريكوانسي بتاع الماكسيمم امبيدنس واحد على اتنين باي جذر ال سي الجذر التربيعي واحد ماينس نفس قانون الريزونانس، بس حط هنا كام؟ حط هنا ربع، ربع ار ال سكوير سي على ال. طيب عند المينيمم امبيدنس، المينيمم امبيدنس يبقى عند اف بتساوي 0 وطلع قيمتها تساوي ايه؟ ار اس برل مع ار بي، ولو الار اس اكبر بكتير من ار بي اقدر اقول انها ار بي بس. الكواليتي فاكتور مستخدمين قوانينها هي الار على الاكس ال بي، قلنا الار هي الار سورس برل مع الار بتاعت الكويل اللي هي الار ال و اللي هي الار بي سوري، والاكس ال بي احنا عارفين قانونه نقدر نعوضه. الباند ويدث اف 2 ماينس اف 1 او اف ريزونانس على كواليتي فاكتور او الانجولار فريكوانسي على كواليتي فاكتور او 1 على ار سي، 1 على ار سي او الاوميجا على كواليتي فاكتور او الاف ريزونانس على كواليتي فاكتور او اف 2 ماينس اف 1 كل ده يديني الباند ويدث. 1 على ار سي دي جديده بالنسبه لي، فكل دي قوانين اقدر اجيب بيها الباند ويدث. طيب تعالوا نشوف اكزامبلز بقى. اول مثال عندي consider the circuit of figure shown، وده مثال يجي في الاكزام، يعني ده مثال في كل المفروض نقدر يعني لو حلينا الامثله اللي شبه كده يا شباب اللي بيبقى فيها من اول ايه لغايه ايه مطالب بتحل تقريبا على البرل كله بالمعادلات كلها. خليك في الاول ماشي انك تبص على المعادله وتنقلها وانت بتحل، او تقول اه انا دي هحله بالطريقه الفلانيه في القانون الفلاني بالفلاني، وتروح تشوف القانون وتحل بيه لغايه ما القوانين تثبت في دماغك، فتلاقي الدنيا معاك بقت بسيطه. هنا بيقول لك احسب ريزونانس فريكوانسي اوميجا بي، يبقى عايزه بالانجلر بريديان بير سكند اوف ذا تانك سيركت. اتفقنا ان البارل ريزونانس بنسميها تانك سيركت. طيب انا التانك سيركت بتاعتي في اول حاجه اعملها ايه؟ اه دي فيها ار كويل، يبقى خلي بالي ان انا محتاج اعرف الار بي والاكس ال بي. طيب الاوميجا بي هحتاج فيه الار بي والاكس ال بي؟ لا، هو هنا راح عوض في الكونديشن اللي انا بقول لك عليه، قال ايه؟ ان ال ال على السي تساوي 1000، هو راح حسب قيمه سوري قيمه ال ال ب 1 ملي هنري والسي ب 1 نانو فاراد، يعني 1 في 10 اس سالب 3 على 1 في 10 اس سالب 9 جاب قيمه ال على السي. طيب طلعت بكام؟ ب 1000. طب القيمه دي اكبر من او تساوي 100 الار كويل؟ راح شاف الار كويل بكام؟ ب 10. 100 في 10 ب 1000، اه بيساووا بعض. من اول ما بيساويهم او اكبر منهم تقدر تستخدم ابروكسيميشن القانون بتاع الفريكونسي اللي هو بيقول ايه؟ 1 على جذر ال سي على طول. وراح معوض في القانون الابروكسيميت. فهمتوا حاجه؟ يبقى انا دلوقتي لو طالب مني الانجلر فريكوانسي او الاف ريزونانس بالهرتز، اول حاجه بروح اعملها عشان اسهل على نفسي بدل ما استخدم القانون الكبير اللي هو في الجذر التربيعي واحد ماينس ار سكوير في السي على ال، لا انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح اعوض في الكونديشن ده الاول. قيمه ال على السي بكام؟ هنا 1 ملي على 1 نانو، اه طلعت ب 1000. طيب هي اكبر من 100 ار كويل؟ اكبر من او تساوي 100 ار كويل؟ ار كويل بكام؟ ب 10. 10 في 100 ب 1000، اه ده تساويها بالظبط، اقدر استخدم الابروكسيميشن. اكبر منها او تساويها تقدر تستخدم الابروكسيميشن. ده اول مطلوب جاب منه ايه؟ الانجلر فريكونسي اللي هو عايزه او ريزونانس فريكونسي. طب عايز الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل، الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل ده تعويض مباشر، كيو كويل تساوي ايه؟ اوميجا نوت في ال على ار. ما تتلخبطوش بين الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل وبين الكواليتي فاكتور بتاعت الدايره كلها. بتاعت الكويل دايما سواء سيريز او بارل هي الاوميجا نوت في ال على ار. كواليتي فاكتور الكويل دايما اوميجا نوت في ال على ار، انهي ار؟ ار الكويل. لكن الكواليتي فاكتور بتاعت الدايره لازم اركز، هو انا دايره ايه؟ دايره سيريز ولا بارل؟ ولو بارل انا دايره ايديال ولا براكتيكال؟ تمام يا شباب. لكن لو هو طالب الكواليتي فاكتور بتاعت الكويل يبقى في اي دايره ريزونانس هي الاوميجا نوت في ال على ار بتاعت الكويل، عوضها وطلعت 100. طبعا الكواليتي فاكتور يونتلس. طيب النقطه سي، سكتش ذا ايكويفالنت بارر سيركت، عايزك ترسم الايكويفالنت بارر سيركت للدايره دي. طالما قصده ايكويفالنت يبقى عايزك تحسب ايه؟ تحسب له الار بي، تحسب له الاكس ال بي، وتروح ترسم الدايره المكافئه. فانا رحت حسبت الار بي بالقانون، ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على ار ال. هنا هو قال انها تقريبا تساوي اكس ال، مالكش دعوه، انت روح عوض في القانون بتاع الاكس ال بي وشوف هتطلع كام. انا ماليش دعوه في حته الار بي والاكس ال بي، دايما بقول للطلبه بعد اذنكم اشتغلوا بالقانون على طول، ما تقعدوش تعملوا ابروكسيميشن. لغايه دلوقتي الابروكسيميشن المهم اللي خدته النهارده او في المساله بتاعتي ده يعتبر اهم ابروكسيميشن، ال ال على السي تبقى اكبر من او تساوي 100 ار كويل، عوض في القانون الصغير. غير كده انا شايفه عشان ما تتلخبطش مش لازم تحل بالابروكسيميشن.
هنا ال ار بي ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على ار ال طلعها 100 كيلو، الاكس ال بيعوض في القانون ده هو ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على اكس ال، طلعت معاها ب 1 كيلو. طيب انا كده جبت الار بي وجبت الاكس ال بي، اروح ارسم الرسمه ازاي؟ ادي الار بي بتاعتك ب 100 كيلو اوم، وادي الاكس ال بي ب 1 كيلو اوم، وادي الاكس سي حطها ب 1 كيلو اوم، وانا كان عندي اصلا كام؟ 25 كيلو اوم ار واحد، يعني هو فك الار كويل والال دي خلاها الار بي واكس ال بي، برل مع الاكس سي، برل مع ال 25 اهي 25 كيلو اوم، وادي الكارنت سورس حطه زي ما هو. انت كده عملت براكتيكال؟ لا، ده انا الايكويفلنت سيركت، لا ده انا ممكن كمان اقول له ان الار واحد والار بي برل اهي، احسب ار ايكويفلنت واقول له ان هي عباره عن ار واحد برل مع ار بي طلع ب 20 كيلو اوم اهي 20 كيلو اوم، وادي الاكس سي حطيتها والاكس ال بقت دايره كانها ايزر، اقدر احل بسهوله. تمام يا شباب؟ طيب الكواليتي فاكتور التوتال بقى بتاعت الدايره دي تساوي ايه؟ قلنا بتساوي ار على اكس ال، انهي ار؟ ار ايكويفلنت اللي هي الار واحد برل مع ار بي اللي انا اوريدي حسبتها، وانهي اكس ال؟ اكس ال بي انا اوريدي حسبتها. مساله عشان تحولها لايكويفلنت تقدر تحل بعديها بسهوله. تمام؟ خلاص هاخد من المساله على طول، ار ايكويفلنت 20 والاكس ال بي ب 1، يبقى 20 على 1 كيلو ب 3 ب 20 الكواليتي فاكتور. طب عند ريزونانس، طبعا الكواليتي فاكتور 20 دي حاجه كويسه، احنا قلنا طول ما الكواليتي فاكتور اكبر من 10 يبقى الدايره كويسه. طب عند الريزونانس عايز يحسب الفولتج، كانت اخر نقطه، سولف فور ذا فولتج اكروس ذا كاباستور ات ريزونانس، عايز الفولتج اللي على الكاباستور ات ريزونانس. طيب هو انا ايه، برل ولا سيريز؟ انا برل. طب يبقى طالما برل، الفولت اللي على المقاومه عند الريزونانس هو هو الفولت اللي عند الكاباستور هو هو الفولت اللي عند الكويل، يبقى الفولت اللي عند الكاباستور في الريزونانس يساوي ايه؟ يساوي الفولت اللي عند المقاومه. فانا ممكن استخدم على طول التيار التوتال اللي هو مديهولك اهو 20 ملي امبير وزاويه زيرو، هضربه في المقاومه اللي هي 20 كيلو اوم عند الريزونانس، هتطلع ب 400 فولت وزاويه زيرو، وهو هو قيمه الفولت اللي هنا هو هو قيمه الفولت اللي هنا، ولكن اللي هنا واللي هنا بيلاشوا بعض. تمام يا شباب؟ بس كده انت كده حسبت الفولت اللي عند الكاباستور كانك بتقول هو هو الفولت اللي عند الار ايكويفلنت، فضرب ال 20 ملي امبير كلها في قيمه الار ايكويفلنت اللي هي 20 كيلو اوم، اداك 400 فولت. دي كانت اول مساله. طيب نكمل المسألة دي، بيقول ايه بقى في المسألة دي؟ بيقول لك سيادتك احسب determine values of R1 and C. دي مسائل بنسميها مسائل الديزاين. مسائل الديزاين ما بيبقاش طالب resonance frequency، ما بيبقاش طالب bandwidth، ما بيبقاش طالب quality factor، لا بيبقى طالب قيم الكاباستورز والكويل والريزيستنس اللي تحطها في الدايره عشان تحقق لك الكواليتي فاكتور دي، او تحقق لك الريزونانس فريكونسي ده، او تحقق لك الباندويث ده. فبيديك شويه معطيات جيفن ويقول لك اعمل لي ديزاين، هات لي قيمه ار واحد وقيمه الكاباستور فور ذا ريزونانس تانك سيركت اوف ذا فيجر سو ذات جيفن كونديشنز ار ميت. بيديك بقى ايه الكونديشنز؟ ان ال ال قيمته 10 ملي هنري، الار كويل ب 30، مديك الاف ريزونانس في البراكتيكال بارل ب 58 كيلو هرتز، مديك الباند ويدث ب 1 كيلو هرتز. عايز حضرتك كمان بعد ما تعمل الديزاين تجيب له قيمه الكرنت اي ال اللي ماشي فيه الكويل، قيمه الاي ال دي بكام. تمام؟ طيب يبقى انا اول حاجه عشان اجيب ار واحد بسي انا محتاجه اهدى كده، انا شخصيا لو منكم هنعمل ميوت لصوتي وتفكري شويه ازاي اقدر احسب الار واحد والسي. طيب انا معايا ايه معطيات اول حاجه افكر فيها؟ معايا الاف بي والباندويتس، دول اللي ابتدي افكر فيهم. طب الاف بي اللي هي 58 كيلو هرتز دي اشتغل بيها ازاي؟ انا شخصيا عشان ما اكبرش على نفسي هقول ان انا بفترض ان الابروكسيميشنز محققه. يعني ايه الابروكسيميشنز محققه؟ يعني ال على سي اكبر من او تساوي 100 ار كويل، ال على السي اكبر من او تساوي 100 الار كويل، انا هفترض كده عشان اقدر احل بسهوله. طيب انت فرضت الكونديشن، يبقى هتقول ان الريزونانس فريكونسي في الحاله دي بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على ال 2 باي جذر ال سي. هو هنا راح حسب الاوميجا وقال انها تساوي 2 باي اف بي، يعني جاب قيمتها بالريديان بير سكند، وبعدين راح عوض على طول في قانون ان اوميجا بي تساوي 1 على جذر ال سي. انت عايز تعوض على طول بالاف بي وتقول ان الاف بي تساوي 1 على ال 2 باي جذر ال سي، برده صح. هو راح سهل على نفسه حسب الاول الاوميجا بي، قال انها 2 باي اف بي لان انا محقق الكونديشن اللي انا اتفقت معاكم عليه، فطلعت معاك قيمه 364.4 كيلو راديان بير سكند. طب الكباستور يساوي ايه؟ انا عندي قانون الريزونانس بيقول ان الاوميجا بي تربيع تساوي 1 على ال سي، انا معايا ال ومعايا الاوميجا حسبتها، اقدر اجيب من هنا
السي طلعت ب 753 بيكو فاراد. اتمنى ان انت تروح تحقق الكونديشن عشان تتاكد ان قيمه ال10 على 753 اكبر من او يساوي 130. ايه هي ال 30؟ قيمه الار ال. فلازم اتاكد بعد ما طلعت قيمه السي الكونديشن اللي انا فرضته اتحقق ان ال ال على السي اللي هي 10 مللي على السي اللي هو قيمته كام 753 بيكو اكبر من او تساوي 130. تمام كده يعني 3000 ولا لا؟ لازم تروح تحقق الكونديشن. طيب انا جيت بعد كده رحت حسبت الار بي زي ما اتفقنا والاكس ال بي. انا كده فاضل لي ايه؟ انا خلاص هو كان طالب السي والار واحد، فانا خلاص جبت السي. طب عايز ار واحد. لا ار واحد بس دي براكتيكال، مش عارفه استخدم الكواليتي فاكتور اللي مديهوني، لان الكواليتي فاكتور ده للدايره ككل، والدايره ككل لازم تبقى ليها شكل ايكويفالنت تاني. طب خلاص هات الشكل الايكويفالنت تاني ومنه نقدر نتعامل نجيب الار واحد اللي هو عايزه. فروحت حسبت الار بي اللي هي ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على ار ال، طلعت القيمه دي. رحت حسبت الاكس ال بي هو ار ال سكوير بلس اكس ال سكوير على اكس ال، طلعت القيمه دي. ورحت مغيره شكل الدايره بتاعتي، خليتها عباره عن اكس ال بي 3644، والاكس سي انا حسبتها عند الريزونانس قيمتها هي هي الاكس ال بي، فحطها 3644 اوم. الار بي تساوي 443 كيلو اوم، هو لسه حاسبها. معيش الار واحد عايز اجيبها، معايا التيار. طيب معيش الار واحد عايز اجيبها، هقول لكم نجيبها ازاي. طب مش انت سهل تجيب الكواليتي فاكتور، لان الكواليتي فاكتور عباره عن ايه؟ ار على اكس ال بي. وانهي ار؟ هي ار واحد بارل مع الار بي، مش احنا خدنا ان الار الايكويفالنت عباره عن ار واحد بارل مع ار بي، والقانون اللي جامعها او القانون اللي اتكلمنا فيه يجمعها مع الاكس ال مثلا كان ايه؟ الكواليتي فاكتور كانت تساوي ار على اكس ال بي، وقلنا ان الار دي تساوي ار واحد بارل مع ار بي. طيب فهو راح جاب الكوالتي فاكتور، انا معايا ريزونانس فريكونسي ومعايا الباند ويدث، قسمهم على بعض 58 كيلو هرتز على 1 كيلو هرتز، هو اللي مديك الباند ويدث ب 1 كيلو هرتز، ومديك الاف ب 58 كيلو، قسمهم على بعض 58، يبقى الكوالتي فاكتور بكام؟ 58. طيب ما انا عارفه ان الكوالتي فاكتور يساوي ار على اكس سي او ار على اكس ال بي، فراح جاب من هنا الار، عشان كده هتلاقيها طلعت ب 211 كيلو اوم، ولقيتنا على الرسمه حاطه ان دولت مع بعض 211 كيلو اوم. طب اجيب ار واحد ازاي؟ ار واحد ده انا عندي دول بارل، ممكن اقول ان واحد على ار يساوي واحد على ار واحد بلس واحد على ار بي، صح ولا لا؟ طيب يبقى من هنا انا معايا الار 211 كيلو اوم، ومعايا الار بي 443 كيلو اوم، اقدر اجيب من هنا قيمه الار واحد طلعت ب 405 كيلو اوم. فانا جبت له الار واحد وجبت له السي. جبت السي اول حاجه بسهوله، فرضت الكونديشن بتاع ال على سي اكبر من او يساوي 100 ار كويل متوفر، فمعناها ان الاوميجا تساوي واحد على جذر ال سي. معاك الاوميجا؟ معاك، لانه مديني الاف، فالاوميجا 2 باي اف، ومعايا ال اقدر اجيب من هنا السي. ادي اول مطلوب. تاني مطلوب هو قيمه ار واحد، بس انا المساله دي براكتيكال يبقى لازم اعيدها الاول وارسمها الرسمه بتاعتها عشان اقدر اجيب الارات اللي موجوده. طيب ارسمها ازاي؟ راح حسب الار بي وراح حسب الاكس ال بي ورسم الرسمه تاني. فبعد ما رسمها تاني من قوانيني اقدر اجيب الار واحد بارل مع ار بي ازاي؟ جاب الكوالتي فاكتور اللي هو اف بي على الباند ويدث، تمام 358، راح حسب منها عوض على طول في قانون الار تساوي كيو بي على في اكس سي، ان الكوالتي فاكتور بيساوي ار على اكس ال بي او ار على اكس سي، طلعت 211 كيلو اوم. دي الار التوتال، واحد على ار توتال تساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار بي لانه بارلل، جاب من هنا قيمه ار 1 طلعت ب 405. بقيه المساله كان عايز قيمه التيار اللي ماشي في الكويل. طيب البرانش ده عباره عن ار وال، فبتتعامل معاها كانها جزء ريال جزء ايماجينري، يعني البرانش ده الزد بتاعته تساوي ايه؟ ار كويل بلس جي اكس ال، ار كويل بلس جي اكس ال. حد عنده اعتراض؟ تمام، انا كده عرفت البرانش ده الزد بتاعته بكام، فاضل لي اعرف الفولت اللي عليه عشان اقدر اجيب التيار. طب الفولت اللي عليه عند الريزونانس يساوي ايه؟ اي في ار. معاك الار؟ معايا الار، ما انا خلاص حسبتها، انا معايا كمان الار التوتال 211. تمام، راح حسب الفولت عند الريزونانس عباره عن اي في ار اللي هي 10 مايكرو امبير في 211 كيلو اوم. كده انا جبت الفولت ب 2.11 فولت، والزاويه زيرو لان انا هنا مع الار فمفيش زاويه، زيرو. طب التيار يساوي ايه بقى؟ الفي اللي انت حسبتها عند الريزونانس على البرانش ده لوحده. طب البرانش لوحده عباره عن ايه؟ ار كويل بلس جي اكس ال. طيب ار كويل 30 بلس جي قيمه الاكس ال اللي احنا حاسبينها 2.11 فولت، ده قيمه الفولت الزاويه بتاعته زيرو. هتحول اللي تحت ده لفيزر، نحوله ازاي عشان كان في ناس بتسال فيه؟ كنا بنحوله لجزء ماجنتيود وجزء زاويه. ماجنتيود هو الجذر التربيعي ل 30 تربيع زائد ال 3 6 4 4 تربيع.
لو قارنت ال 30 بالنسبه لل 3 6 4 4 هتلاقي انها هتطلع في الاخر 3 6 4 4 وشويه فاكهه. فهو في الاخر يعني انت مالكش دعوه بالابروكسيميشن، انت حلها هتطلع لك في الاخر القيمه النهائيه زي دي. لكن انا بفهمك ليه هو هنا تغاضى عن ال 30، هو ما تغاضاش، هو قال تقريبا 3 6 4 4 على طول. جذر التربيع 30 تربيع زائد 3 6 4 4 تربيع هيديك قيمه قريبه من 3 6 4 4، فعشان كده اشتغل عليها على طول. طيب قسمها والزاويه تان ماينس 1 الايماجينري على الريال، يعني تان ماينس 1 3 6 4 4 على 30 يديك قيمه الزاويه اللي طلعت 89.95. في حاجه زي كده بنقسم الماجنتيود على الماجنتيود، يعني قسم ال 2 و11 على 3644، والزاويه في القسم بعمل ايه؟ بطرحها، يبقى 0 ماينس 89 هيطلع بكام؟ بنيجاتيف 89.95 درجه. المسالتين دول انتوا لازم تحلهم بايديكم. انا هوقف، كان في برضو مساله هحطها لكم المره الجايه برضو هحلها في اخر المحاضره مع بعض. انا هوقف لغايه هنا بس ان شاء الله هزود شويه مسائل في المحاضره نحلها تاني مع بعض. المحاضره الجايه هي تبقى اخر محاضره قبل الميد تيرم وقبل العيد كمان، تمام؟ فاتمنى ان احنا نذاكر البراكتيكال بارل كويس، لان هو تقيل ورخم ومسائله رخمه، يعني عشان اول ما بشوف مساله براكتيكال بتخض وبقعد افكر همشي ازاي، وبحس ان انتوا بيحصل لكم لخفنه ده كل الطلبه. فاتمنى ان احنا نظبط البراكتيكال كويس قوي قوي لغايه ما نتقابل يوم الخميس ان شاء الله. هنراجع مع بعض على الايديال البراكتيكال، هحط كام مساله كمان، هنحل مع بعض الكويز اللي انا كنت حاطاه للطلبه لو كنا بنبقى موجودين يعني، او ممكن نخليه هوم ورك ترفعهولي، هنظبط مع بعض ان شاء الله في المحاضره. بس اتمنى ان كلكم تيجوا مذاكرين مش بس الايديال والبراكتيكال بارلل، لا انا عايزاكم تذاكروا الريزونانس كله، الريزونانس كله، كاننا بنراجع مع بعض. اللي عنده اي سؤال في اي حاجه قبل ما اسيبكم يوم الخميس ان شاء الله نكون مقفلين الجزء ده كله مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق لكم جميعا يا شباب، واشوفكم على خير. شكرا جزيلا، السلام عليكم.